السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض لي كوكيز. غادي نحتاجوا في المقادير: عندي 100 غرام ديال الزبده، 120 غرام زبده الكاوكاو راه متواجده في الاسواق، عندي 3 معالق كبار ديال الشوفان، واحد البيضه، قبيصه تاع الملحه، سكر بني عندي 150 غرام، واحد لافاني. هنايا عندي 175 غرام ديال الطحين مع راس معلقة ديال خمارة تاع الحلوة وراس معلقة ديال بيكربونات الصودا، قبيصة تاع الملحة، وخمسين غرام ديال حبيبات الشوكولا. كنخلط جميع المقادير عادي أنا في واحد الخلاط. غادي ندير بسم الله الزبدة، غادي نضيف زبدة كاكاو والسكر، سكر فاني. صافي كنديرهم يتخدمو مزيان مزيان. بعد غادي نضيف لهم هذيك البيضه اللي عندي، كنخليهم يتخلطوا مزيان، وفي الاخر كاع كنضيفوا الطحين مع الخماره تاع الحلوه والبيكربونات، قبيصه تاع الملحه، وكنضيفوا الشوفان وحبيبات الشوكولا. انا دابا ان شاء الله غادي نخليكم مع المراحل كما العاده. هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا كي كيكون بحال هذا الشكل. صافي كنشدو واحد الصحن اللي غادي يدخل الفران، انا درت ليه ورق الطبخ. الفران كنشعلو عليه على 180 درجه. صافي كنشدو هذه ديال لاكلاص وكنحاولوا نشكلوا بها الكوكيز ديالنا باش كيجيونا متقادين، وكنحطوهم بهذا الشكل، كنديرهم شويه متباعدين. صافي كنبقاو بحال هاد الطريقه مكملين حتى كنكملو، وكندخلوهم الفران كما قلت لكم مسخنينو على 180 درجه لمده ديال 15 دقيقه. صافي انايا غادي نكمل وندخلهم يطيبوا. ها هو الكوكيز ديالنا بعد ما طاب. هنايا كتشوفوا معايا عندي واحد العلبه، عندي ورق الطبخ قطعته مربعات، وعندي هاد الورق. غادي تقولوا لي شنو غادي ديري به. بعض المرات كنديروا شي حليبه كناخذوها معنا، نكونوا غاديين عند شي حد نزوره ولا كناخذوها، اما في طبسيل اما في واحد البواطه ديال بحال اللي كيعطيونا مال لي باتيسري. اليوم ان شاء الله انا بغيت نقترح عليكم واحد الفكره، علاش ما نديروهاش في واحد العلبه بحال هكا وناخذوها علبه خاويه وناخذوها معنا كهديه، حنايا كنفرحوا بها والانسان اللي ماشي عندها حتى هي غتفرح بها. غادي نحتاجوا الورق بحال هذا راه كيتباع في الاسواق، راه متواجد بالالوان. انا خديت اللون تقريبا بحال اورانج، غادي نقطع منه نجيب المقص ونرجع. غادي نقطع كما قلت لكم طريف منه، صافي هكذا. غادي نشدو نتواس على جوج، كنشدو العلبة ديالنا كنفتحوها، كنشدو هاد الورق غادي نحشيه في الوسط. يعني كتحطوه عشوائي بهذا الشكل.
هكذا غير عشوائي. كنشدو هاد ورق الطبخ كنديرو هنايا في الاسفل باش الحلوه ما كتقصش، كتكونش عندها الكونتاكت مباشره مع الورق هكذا صافي. وكنبداو كنسدفو في لي كوكيز ديالنا بهذا الشكل. كتبقاو غادي هكا حتى كتكملو الكميه اللي عندكم او الكميه اللي غادي تاخدوها معاكم بهذه الطريقه بهذا الشكل. صافي هكذا. هنايا تقدروا تسدوا البواطه او نديروا نتقاسم معكم هذه الفكره اللي كتخليوها بحال هذا الشكل، كتخليو البواطه غادي نجيب الورق انا غادي نجيبو ونرجع نتواجد كنحطو كنجيب العلبه ديالي كنعبر كتعبرو كتكون بزياده ما ديروهش ناقص صافي وكنقطعو. كنشد العلبة ديالي كنحاول نديرها في الوسط هنا راه مقادة هنا تاني راه مقادة صافي. هنايا كنحاول أنني غير شوية هكذا نحطها. أول حاجة غادي نجمع هاد القنوت هذا مع هذا هكذا كنشد الطرف الآخر القنت الاخر كنشدو حتى هو كنزيدو. ودابا غادي نحاول هادي ما نسدهاش كاع كنخليها هكذا مفتوحه وغادي نزيد هنا الطرف الاخر بحال هاد الشكل هاد الشكل صافي. كنقادها مزيان هاد الجنيبات اللي كيبقاو قدوهم مزيان صافي. وغادي نحاول نجمعها هنا في الوسط هذا الشكل هكذا هذا الشكل. كناخذو هادو هاد ال عرفتش كي غادي نسميهم لكم. المهم كناخذو هادو راه متواجدين في الاسواق. ناخذو انا غادي ناخذ ثلاثه ديال الالوان، غادي ندير الخضر غادي ندير الغوز وغادي ندير البلو هادو غادي بهم نشد الورق ديالي. انا دابا غادي نخليكم حيت الورق كيدير صداع غنخليكم تشوفوا الطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز ديالنا كما كتشوفوا كيجي رائع. اولا كتقدروا تقدموه عادي في علبه
نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ودائما ما تنساوش الى عجبكم الفيديو عفوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله، وتبارطاجوها مع الاهل والاحباب، والى وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.